السلام عليكم. ده جهاز انا لسه جايبه جديد، ماشي، وهنشوفه مع بعض. هحطه الاول حاجة طبعا في السيريا عشان لو كان فيه قفلة ولا حاجة ما يعملش معانا مشكلة. دي السيريا، لو حد مش عارف ايه هي السيريا بقوله في التعليقات وانا اقوله، ماشي. تمام، الجهاز شغال اهوت، بس مفيهوش اي قنوات خالص، مفيهوش اي حاجة خالص. وبحرك مفتاح الـ AM، لو بيحول الموجات الـ AM والـ FM ما بيجيبش حاجة خالص، يبقى هذه المشكلة بتاعته. هو طبعا عبارة عن ساعة ديجيتال بالإضافة للراديو. هنشوف ايه هي المشكلة. أول حاجة طبعا بنروح لها، ماشي، بنبدأ من الصغير للكبير. طب ايه هو الصغير؟ اللي هي المفاتيح. نحاول ان احنا نرش المفاتيح، نرشها بهو الاكاي، ماشي. طبعا مفيش المفتاح الفوليوم، ممكن نرشه باللي هي الاكاي اللي هو النبيتي اللي فيه زيت. اما المفاتيح التانية ممكن نرشها اللي هي بتاعت بتحول الموجات اللي هي اللي عندنا دي، خلاص. ممكن نرشها اللي هو باكاي اللي هو الازرق اللي مفيش زيت، او نرشها بجاز، ماشي. فاحنا هنرشها دلوقتي ايه بجاز ونشوف ايه هي النتيجة، ماشي. دلوقتي انا حطيت جاز هنا على المفتاح دي زي ما انتم شايفين اهو، وهنا حطيت جاز، ماشي. وهنا برضو ما يمنعش ان احنا برضو ممكن نحط جاز على اللي هو المكثف المتغير ده، ماشي. وده انا حطيت عليه اللي هو الاكاي زي ما قلت لكم اللي هو ان بي تي، خلاص. نشوف بقى النتيجه. النتيجه برضو اللي مفيش موجات، بس المفاتيح الخرفشه بتاعتها قلت شويه، مفتاح الفنيا ما عادش فيه خرفشه، ماشي. بس الزن لازالت موجوده ومفيش برضو ايه موجات، يبقى المشكله في حاجه تانية. طب ايه احنا ممكن نروح له تاني؟ احنا عملنا خلاص اللي هي المفاتيح. يبقى الحاجه التانية طبعا هو في صوت شغال، يبقى معنى كده ان الاي سي الصوت شغال. يبقى هنروح اللي هي للمكثفات اللي حوالين اللي هي الإشارة، ماشي. اللي هي المكثفات دي نحاول نغير المكثفات دي ونشوف النتيجة ايه. تمام، احنا غيرنا اول مكثف ده، ماشي، وبرضه مفيش اي نتيجة. يمكن بس ايه بقى في صوت وش اعلى شوية، يعني زي ما انتم شايفين في حاجة عايزة تيجي اهيت بس مش قادرة. معنى كده اللي ايه اللي في مشكلة في المكثفات فعليا. طيب هنشوف تاني، هنغير بقية المكثفات وايه ونشوف. شفتم الوقت انا اكتشفت مشكلة هي التانية، مكنتش خد بالك المكثف ده محلول اهو، شايفينه المكثف ده مفكوك اهو، شايفينه من تحت اللحام بتاعه طاقة. ممكن تكون المشكلة من المكثف ده. هنشوف كده نلحمه ونرجع لكم تاني. هنا في الحالة بتاعتنا دي لو نيجي نبص نلاقي البوردة نفسها فعلا اللحام طاقة، ماشي. مش اللحام بس كمان، ده هو أخد كمان حتة من البوردة، فعشان نقدر نلحمها تاني نعرج حتة كده من اللي هي الخضرة ديت نبين النحاس، نقوم جايبين دي كده اهوت عشان ونقوم موصلينها في ديت يعني، والتانية كذلك برضو، التانية كذلك، لأن من الواضح ليه الأزرق مش همسك فيها خلاص، لأن هي طاقة أساسا، طاقة من البوردة أساسا. فبرضو هنحاول إن احنا نعرج الحتة ديت كده، ماشي، اي مكان هنا اهو مثلا نبين النحاس الاصفر، بعدين نقوم مايلين عليها ونقوم ايه لحمين. وكده انا عملت كوبري صغير اهوت عشان اتاكد المكثف واصل في البوردة بالمقاومة اللي بعده، ماشي.
عملته كبر صغير عشان اتاكد لو هو وصل. وكده طبعا هيخلينا ان انا اكد على كل المكثفات تاني، لان طالما البوردة ضعيفة كده ممكن يكون فيها حاجات تانية طاقة. بعد كده هتأكد، هدور على كل المكثفات تاني واشوف واحد واحد اذا كانوا راكبين كويس ولا في حاجة برضو طاقة. ماشي، هي من الواضح ان ده بس اللي كان فيه المشكلة، الباقيين كويسين. طيب دلوقتي انا هجرب تاني ونشوف في هتيجي قنوات ولا لا. دلوقتي زي ما احنا شايفين في الصوت رجع هو، ماشي، في صوت احنا شايفينه، يبقى هي كانت المشكلة من المكثف ده. وانتظرونا وكده، انتظرونا ان شاء الله في تصليح جديد وفيديو تاني، وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.